السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مجلة الأسرار. يسعدنا لقاؤكم في هذا المقطع. الكثير من الشباب العربي يواجه البطالة، وهناك من درس ولم يوفق في مستقبله، وهناك من لم يدرس ويبحث عن مجال لكي يعمل ويكسب قوت رزقه. ويعتبر مجال العمل على الإنترنت من أكبر وأضخم المصادر التي يأخذ منها الكثير من الناس مدخولا شهريا لهم. لذلك للمبتدئين أعطيكم نصائح عامة حول الربح من الإنترنت. أولا، الربح من الإنترنت عمل مثله مثل أي عمل آخر، فهو يحتاج لجهد ووقت وتركيز، علاوة على الاستمرار في التعلم والمعرفة وتطوير الذات. ثانيا، هناك طرق لا نهائية للربح من الإنترنت، ولكنها جميعا تندرج تحت أقسام رئيسية مثل أرض الواقع تماما. ثالثا، لو كان هناك مهارة واحدة أنصحك بتعلمها لتخطو أول خطوة تجاه الربح من الإنترنت، فهي تعلم كيف تستخدم الإنترنت، تعلم كيف تبحث، تعلم كيف تقوم بالتسجيل في المواقع، تعلم كيف تستخدم الفأرة ولوحة المفاتيح بشكل احترافي وسريع، تعلم كيف تتواصل مع خدمات الدعم عند الحاجة، تعلم اللغة الإنجليزية. رابعا، كل شيء تحتاجه للربح من الإنترنت هو موجود بالفعل على الإنترنت. هناك مواقع ومجتمعات ومنتديات ومجموعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث وتشرح كل شيء تقريبا، وهناك دائما حلول لأي مشكلة قد تواجهك. ما تحتاجه اليوم هو فقط البدء فعليا. خامسا، العمل الجماعي خيار رائع ومتاح دائما. مهما كان طريقك في الربح من الانترنت، فهناك دائما شريك ومحتمل يمكنك الوصول له واختصار نصف الطريق. مثلا، هل تجد انشاء قناة يوتيوب امرا صعبا لك؟ حسنا، قم بالتحدث مع صديقك المصور والاخر محرر الفيديوهات واعملوا معا كفريق. سادسا، لو كان هناك صفة واحدة لفكرة الربح من الانترنت، فهي المرونة. في عالم الانترنت، المرونة هي سيدة المواقف. يمكنك في أي وقت تطوير طريقتك في الربح من الإنترنت، أو دمج طريقتين معا، أو حتى الانتقال من مجال لمجال آخر. في النهاية، أتمنى أن يكون موضوعي هذا شعاع أمل ووسيلة لفتح آفاق جديدة لكل شاب أو فتاة عربية أو عربية تريد تغيير حياتها أو يريد تغيير حياته للأفضل من خلال الفرص والإمكانيات اللانهائية المتاحة من خلال الإنترنت. يسعدني جدا تلقي مشاركات من خلال التعليقات بالأسفل. أيضا أقدر كل التقدير محاولاتكم لتوصيل هذا الموضوع للآخرين لنشر الفائدة والقيمة أولا، ولمساعدة مجلة الأسرار على الاستمرار ثانيا. كما لا تنسوا إن كانت هذه أول مرة تشاهدون حلقاتنا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم تنبيهات بالفيديوهات الجديدة، ودعمونا بزر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.